رسالة طمأنة للمواطنين وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراجعة الحكومة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المطالب التي يفرضها الصندوق متوازنة حتى لا تؤثر على حياة المواطنين. الرسالة تأتي في وقت بالغ الأهمية، تزامن مع اتخاذ الحكومة إجراءات مستقبلية لزيادة برامج الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، وزيادة الرواتب والمعاشات، ودعم العمالة اليومية، ورفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين في القطاعين العام والخاص لمواجهة الأزمات الدولية والحروب والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار. كل الإجراءات الحكومية تهدف بصفة رئيسية إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خطوات تعكس حرص الرئيس السيسي على تحسين أوضاع المواطنين. ومن جانبها اتخذت الحكومة تدابير احترازية جديدة، من بينها قرار لجنة تسعير المواد البترولية بالتوقف عن زيادة الأسعار لمدة 6 أشهر، والذي يعد خطوة إيجابية حيث يساهم في تخفيف الضغوط على المواطنين. فالتحديات الاقتصادية الداخلية بالإضافة إلى التأثيرات الإقليمية والدولية تستدعي ضرورة ملحة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ليكون أكثر مرونة في التطبيق، وإعادة النظر في معدل الفائدة على الاقتراض من صندوق النقد الذي أبدى استعداده لمراجعة معدلات الفائدة، مما يتيح إجراء التبادل التجاري بالعملات المحلية مثل دول تجمع البريكس. كل الإجراءات والظروف التي تعيشها البلاد كانت دافعا كبيرا لانضمام مصر إلى البريكس من أجل تغيير جذري في البرامج الإصلاحية وطرق التداول النقدي التي جعلت الدولار يقفز قفزات لها تأثيرات سلبية كثيرة على الاستثمار والإنتاج والتصدير والاستيراد. كون مصر واحدة من تجمع بريكس يعضد من الجهود التي تعمل الدولة بها منذ ما يقرب من عقد من الزمان لإقرار واقع مزدهر يتناسب مع تاريخ مصر العريق وشعبها الأصيل. مرحبا بحضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح، وهي فقرة اقتصادية بحتة للحديث عن قمة البريكس واللي انطلقت أمس في المدينة الروسية كازان، وهي من 22 من أكتوبر مستمرة حتى يوم 24 أكتوبر. الحقيقة حابين نتكلم في هذه الفقرة عن انضمام مصر إلى تجمع البريكس. مصر انضمت بشكل رسمي في يناير 2024، انضمت في 2023، ولكن يعني تم تفعيل هذا الانضمام في يناير 2024. هنتحدث بشكل مفصل عن أهمية انضمام مصر إلى هذا التجمع الكبير. طبعا ده بيأتي في إطار سعيها لتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. الحقيقة كمان حابين إن احنا نربط ده بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة بأن هو عايز يعني يحاول مرة أخرى أن هو يقوم بتعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي علشان يخفف العبء الكبير اللي على المواطن المصري في هذه الفترة. هنتكلم بشكل مفصل أكثر عن الموضوعين دول مع دكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي اللي مشرفني في استوديو النيل الأخبار. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حياتك وعلى السادة المشاهدين يا فندم. طيب قبل ما نناقش أهم القضايا المطروحة على أجندة البريكس 2024، حابة إن أنا أتكلم على أهمية انضمام مصر إلى هذا التجمع الكبير في 2024. طبعا هو بدائيا أو مبدئيا بنتكلم على البريكس كتكتل، وتكتل تم إطلاقه في 2006 بيمثل 31% من التكتلات الاقتصادية أو حجم التجارة العالمي اللي موجود في العالم. هو التكتل ده أصلا تم إطلاقه عشان يبقى فيه مواجهة لهيمنة القطب الواحد، يعني بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي الدولة اللي تقود العالم اقتصاديا. فمعنى أن أنا بقود العالم اقتصاديا معنى أن أنا قطب واحد بقود العالم وبتحرك وبتحكم في كافة السياسات والعلاقات والتعاملات التجارية والدولية وغيره وغيره وغيره. بالظبط. وأنشأت بعد كده الولايات المتحدة بالتحالف مع الدول اللي يقال عليها الدول العظمى اللي هو المجموعة السبع أو الجي 7، وهم بقوا هم اللي متحكمين في كل شيء، وأصبح أن الدولار الأمريكي أصبح هو العملة الوحيدة للتداولات والتعاملات. فلما بنيجي ننظر للاقتصادات الناشئة زي مصر وزي دول كتير جدا في المنطقة بتاعتنا وفي العالم بشكل ده كبير، ده بيصعب الأمر عليها بشكل كبير جدا، وعند حضرتك اقتصادات صاعدة ومنها دول كبيرة جدا. يعني انت الاقتصاد الروسي والاقتصاد الصيني حتى هو اقتصاد قوي جدا ولكنه اقتصاد صاعد مقارنة باقتصاد ثابت زي الاقتصاد الأمريكي اللي مهيمن.
فاتجاه دول السبع ان هم يعملوا تكتل البريكس، فده كان حاجه اسمها ان خلاص يعني العالم دلوقتي متجه ان ما يبقاش فيه قطب واحد، فيه تعدديه قطبيه، فهيمنه الغرب ما تبقاش هي اللي ماسكه الموضوع. طيب النقطة الأساسية هنا لما نيجي ننظر إن هم دعوة دولة زي مصر في تتواجد في هذا التكتل المهم جدا، هم ليه دعوا مصر؟ مصر عندها مميزات هم بيحتاجوها، لأن هم لا يدعوا أي دولة. هم أولا لو أنت اقتصاد ناشئ بيبدأوا يشوفوا الملف بتاعك. مصر بالنسبة لهم هي بوابة أفريقيا، مصر بالنسبة لهم فيها عدد سكان مهول، يعني سوق استهلاكي كبير جدا وايدي عامله كبيره جدا. ثانيا في معايير معينه واكيد هيبقى المصلحه متبادله، بتبقى وين وين، وين 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 سيتويشن. صحيح كلام حضرتك مظبوط. فالتحليل اللي حصل وثقه مصر السياسي والبعد الجيوسياسي وكل الكلام ده كله خلى مصر ان هي دوله بقى مهم جدا ان هي تتواجد. النهارده القمه دي ليها محاور كتير وليها اهميه كبيره جدا. اولا بالنسبه لنا احنا كمصر هي تعتبر اول يعني اول انعقاد اجتماع لينا احنا كدوله عضو عامل رئيسي ثابت داخل التجمع البريكس. ثانيا مصر هتتناقش في 3 4 5 محاور خطيره جدا، لان من البريكس من احد الاهداف الرئيسيه في تاسيس البريكس هو توفير الامن والسلام العالمي. وانت عندك النهارده مشكلة كبيرة جدا اللي هي الحرب اللي موجودة في الشرق الأوسط، الحرب الطاحنة اللي ضربة كل اقتصادات المنطقة. انت كان في تصريحات كانت موجودة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع قناة السويس وحجم الخسائر اللي احنا خسرناها في الناتج المحلي اللي بيخشنا من قناة السويس بسبب الضربات اللي موجودة في البحر الأحمر، زائد الضغوط اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط. فانت النهاردة لما هتتواجدي في المجموعة دي هتطرحي رؤيتك كمصر الثابته، دعم القضيه الفلسطينيه طبعا مع وجود الحلول ان ننهي الصراع اللي موجود اللي دلوقتي بدا يوصل للبنان وغيره من الدول الشقيقه. فالنهارده دي حاجه من الملفات الاساسيه اللي مصر هتطرحها بشكل ثابت، لان مصر تعتبر لاعب اساسي في الوضع ده. النقطه الثانيه، النهارده البريكس متجهه لحاجه اسمها الاقتصاد الاخضر، والاقتصاد الاخضر اللي هو بيعتمد على الطاقه المتجدده. مصر في خلال الاربع خمس سنوات الماضيه كان ليها مشروعات كبيرة جدا وبدأت تعمل محطات وبدأت تعمل بدأ يجي لها استثمارات خارجية في موضوع الطاقة المتجددة تحديدا من أوروبا. فالنهاردة أنت لما هتبدأي تفتحي ده، وطبعا اللي بتتميزه المناخ والطبيعة المصرية اللي بيقدر أن الناس تبعد عن موضوع الطاقة الثابتة اللي فيها المحروقات وبتضر التغيرات المناخية اللي بتحصل للطاقة المتجددة. فأنت عندك مصر ليها مكانة كبيرة جدا في الموضوع ده، فهيبقى ليها استثمارات مباشرة، وده سبب من أسباب أن هم دعوا مصر إلى الانضمام إلى هذا التجمع الكبير. دي حاجة. تاني حاجة وتعتبر حاجة مهمة جدا، أن هم دلوقتي بيعملوا منصة جديدة تعادل منصة سويفت. منصة سويفت زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين ان بعد حرب روسيا واوكرانيا من احد العقوبات اللي فرضتها امريكا والدول الغربية على روسيا ان هم وقفوا تعاملات السويفت. تعاملات السويفت عشان اللي ما يعرفهاش، لسه اقول لحضرتك عشان لو اللي بيتابع مش متابع اقتصاد فبيبقى النهارده التحويلات الماليه، انا لما ببقى عايز مثلا كروسيا بستورد حاجه من الهند او بستورد من المانيا بصدر بترول، فالتحويلات الماليه اللي بتتم بين الحكومات وبين شركات القطاع الخاص وبين بعضها بيبقى فيه كود، الكود ده اللي هو السويفت. السويفت ده زي لغه التحويلات، ان البنك ده بيقرا الحساب ده ان جاي من الدولة دي بالمبالغ دي، فبيعمل اكسبت، فالفلوس بتدخل الحسابات دي فبتتم عملية التبادل التجاري. لما حصلت الحرب الروسية الاوكرانية اول حاجة عملتها الدول الغربية والولايات المتحدة ايه هي؟ ان هم وقفوا نظام السويفت. طبعا ده كانت ضربة كبيرة جدا، بيشلوا الحركة على طول. طبعا يعني ضربة كبيرة جدا للاقتصاد الروسي، فروسيا راحت على طول متجهة لايه؟ لان روسيا مش دولة صغيرة ولا دولة بتمشي بتخطيط اهوج، لا دي دولة ثابتة جدا. أول حاجة عملتها استغلت تكتل البريكس وبدأت تعمل عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية. ما يبقاش التبادل بالدولار. فأنت النهاردة عندك مثلا أنا بتبادل مع الهند في بعض السلع الرئيسية، يبقى أنا هدفع بالروبية وهم ياخدوا مني بالعملة الروسية. هتعامل مع الصين باليوان، مصر النهاردة هتعامل معها بالجنيه. مصر عايزة مني مثلا قمح، عايزة مني مكونات إنتاج، عايزة ادفع لي حضرتك بالجنيه وأنا قدامها بالروب الروسي. يبقى أنت كده بتبعد هيمنة الدولار عليك، وهي المشكلة الأساسية عندنا وعند الاقتصادات الناشئة، العلاقات التمويلية. والعلاقات التمويلية هنا هاجي للمقدمة اللي حضرتك قلتيها، موضوع صندوق النقد.
انت في قمة البريكس النهاردة هم هيطرحوا حاجة مهمة جدا جدا، ودي حاجة محورية، وحضرتك سجلي الكلام اللي انا بقوله ده كويس جدا، ان هو بنك التنمية والتجارة. بنك التنمية والتجارة اللي مشاركين فيه دول البريكس، فده معناه ان حضرتك لو محتاجة اي قرض تمويلي كدولة هتاخدي القرض اللي انت عايزاه بدون ما اتدخل فيه سياساتك او ان انا افرض عليك سياسات معينة تحت مظلة الاصلاحات الاقتصادية. ما يبقاش في قيود، لان انت حياتك النهارده لما بتيجي تتعاملي مع بنك كاشخاص او كشركات، انت بتتعاملي مع بنك بتقدمي ورقك وانا عايز القرض ده عشان كذا، وبناء عليه هو بيصرفه لك. لكن صندوق النقد والبنك الدولي هو مين المهيمن عليه؟ الدول السبع. فاصبح ان دول بيدوا تمويلات الاقتصادات الناشئه، وبيدوا التمويلات اللي موجوده في المنطقة بتاعتنا ومناطق كتير، احنا مش بنتكلم على مصر، احنا بنتكلم على الدول الاقتصادات الناشئة في العالم، وبيهيمن عليك بالدولار. فأصبح ان انت النهاردة لازم تنصاعي للتوجيهات اللي هو بيديها لك، اللي ممكن تضر بيه الطبقة المجتمعية بتاعتك في الدول دي. فالنهاردة انا لما اتجه لبنك زي بنك التمويل والتجارة التنمية والتجارة اللي موجود في البريكس ده، هيعمل عندي عملية احلال للوضع اللي انا موجود فيه. زائد شوفي التبادل التجاري النهارده مع الدول دي، انت بتتكلمي مع دول بريكس لما بدات كانت مهيمنه على 16.5% من الاقتصاد العالمي، وكانت الجي 7 او الدول السبع مهيمنين على بما يعادل 45% او اكثر. في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول بقت الدول السبعه مهيمنه على بما يعادل 26%، والحصه الاكبر اللي هي 45% بقت لدول بريكس. معناها ان التكتل ده تكتل ناجح، وانا بقول وبشوف من رؤيتي ان على 2030 هيمنه الدولار على العالم وعلى المؤسسات الماليه هتنتهي. هو مش هينتهي في يوم وليله، لذلك التكتلات النهارده بتضم دول محوريه في مناطقها، وبيعمل تبادل بالعملات المحليه للدول دي. فالاستغناء عن الدولار يعد هو اهم واخطر وافيد امر الدول المتواجده في البريكس لما بتنفذه، فهو ده الضمانه الوحيده ليهم، ان العمله المحليه بتاعتهم هيبقى ليها ضمانه، مش هتبقى مرتبطه بالدولار الامريكي. ان انا بفتح يعني شراكات جديده، وعلى فكره مش معنى ان انا داخل البريكس ان ده ان شراكاتي بالدول الغربيه بيبقى معناه ان انا بوقفه، لا، هي مصر منفتحه بقى لها اكتر من 10 سنوات في السياسه الخارجيه الجديده، ان يبقى ليكي اكتر من مكان واكتر من جبهه واكتر من تكتل انت متواجده فيه، ما تبقيش موجوده في مكان واحد بس. طيب انا باسف على المقاطعه، ولكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعديل الاتفاق ما بين مصر وما بين صندوق النقد الدولي، ناس كتير ما فهمتش يعني ايه هذا التعديل. بصي حضرتك، عايزين نفهمهم كده بشكل مبسط. هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا في مصر لما الناس بتتكلم تقول لك احنا بقى عندنا 160 مليار دولار قروض، وده بقينا في وقت يعتبر من اكبر او اضخم القروض اللي اتخذت في عهد مصر الحديث، وده مش عارف ايه. هو الكلام ده صحيح، بس القروض التمويليه لما بتتاخد هي بتتاخد لعمل مشروعات، منها كبنية تحتية أو غيره غيره غيره، تفيد الدولة أن يبقى عندها شيء داخلي متحرك، وده اللي احنا عملناه ونجحنا فيه كبير بالبنية التحتية، ده بشهادة كل الناس. طيب بس في وقت، عشان نتكلم الكلام المعتدل، في وقت لازم تتوقفي فيه عن الاقتراض، وفي الوقت اللي احنا موجودين فيه لازم نتوقف عن الاقتراض من الخارج، عشان على المواطن بشكل كبير، لسبب مهم جدا. هو ليه الرئيس حط، والكلمات دايما اللي بتيجي من القاده او من الاداره السياسيه ما تبقاش كلمات كده، تبقى كلمات كل حاجه محسوبه، ما هي محسوبه ولها دراسه معينه عشان تقال. فالرئيس لما قال الكلمه دي ان احنا لازم نبدا نبص لموضوع صندوق النقد، ما هو صندوق النقد النهارده هو دخلي من عباءه الاصلاح الاقتصادي، ودي حاجه كانت كويسه جدا ان احنا نمشي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، لان الاقتصاد بتاعنا كان خلاص يعتبر اقتصاد متوقف واقتصاد ريعي مبني على الخدمات، ما عندكش، وده اللي خلى مصر صامده في عز كل الازمات الحمد لله يعني اللي احنا شفناها بسبب الاصلاح الاقتصادي مع دول كتير. بس في وقت بقى انت خلصتي الاصلاح. النهارده انا لما اجي اتعامل مع صندوق النقد زي ما هو بيتعامل معايا، صندوق النقد النهارده المفروض ان احنا لينا كذا حصه هناخدها منه. انا شايف ان احنا لو متاح لينا ان احنا نعمل ملحق لعقد الاتفاق اللي بيننا وبينه، ده متاح قانونيا، ومتاح ان احنا ما ناخدش اللي باقي. ليه؟
لان انا كدوله مصريه لو اتجهت للاستثمار المباشر اللي انا نجحت فيه في راس الحكمه واللي نجحت فيه في كذا مشروع من المشروعات الضخمه اللي بتحصل، المشروعات العقاريه اللي دخلت بيها الشركات الخاصه، وهنا في توضيح مهم جدا لان في غلط بيحصل من اعداء الدوله طبعا، يعني ان انت النهارده لما في ارض بتخصص لمستثمرين فالمستثمرين دي بيجوا بينشئوا مشروعات مصريه بس باستثمارات اجنبيه. فالنهارده انا لما بدات افتح الاستثمار بدا يدخل خزينه الدوله عندي مبالغ كبيره جدا، والمبالغ دي انا بحطها في ايه؟ في مشروعاتي. فاصبح ان القصه بتاعه الاقتراض مش محتاجها. انا كنت بحتاجها في وقت ان انا ما عنديش استثمار والدنيا عندي كانت واقفه، لكن الاشقاء دخلوا وداخلين بقوة، عندنا كل يوم بنشوف تصريحات من الكويت وقطر والسعودية وغيرها 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 ان خلاص بقت خزينة الدولة بقى هيتجه لها الاستثمار مباشر. الاستثمار مباشر دي فلوس داخلالك، فلوس انت مش هترجعيها، انت بتحوليها لمشروعات يعني شغل انت بتقترضي عشان كده. فانا شايف ان احنا في المرحلة الحرجة اللي احنا فيها دي لازم نتوقف عن لان انت حياتك النهاردة، انا لما اقول النهاردة انا بس مش ده اللي هيتم، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي مش ده اللي هيتم توقف، ولكن تعديل الاتفاق ما بين تعديل الاتفاق على فكرة معناه ان انت مش هتاخدي. هتقولي لا انا مش هاخد وهاجي بقى، تعالوا انتوا بتطلبوا مني، يعني انا واخد قروض قصيره الاجل بدفع عليها، انا دافع من اول يناير لغايه شهر ابريل اللي فات ده دافع بما يعادل 8.2 مليار دولار. ما بيبقاش محاوله يعني اقلل القيود اللي مفروض عليا من قبل؟ ما انت النهارده عندك اوراق ضغط كبيره جدا تقدري تتعاملي بيها مع صندوق النقد الدولي. اولا ملف اللاجئين، ملف اللاجئين ده بالنسبه لاوروبا وبالنسبه لصندوق النقد والبنك الدولي والدول المهيمنه عليهم حاجه خطيره جدا، وانت مستقبله عندك كام حد موجود او ضيوف مصر زي ما السيد رئيس الوزراء سماهم، ولكن هم بيمثلوا عبء على الاقتصاد. فالنهارده ما يبقاش انا عندي عبء وعندي حرب في الشرق الاوسط انتوا بتمولوها، هم بيمولوا اسرائيل. فالنهارده انتوا عاملين التوترات دي كلها وانتوا مديني قرض تمويلي، طب انا هشغله ازاي؟ فالكلمه اللي قالها كانت كلمه في الصميم. النقطه الثانيه، انت لما تبصي ليها انا بقول لحضرتك احنا المفروض نتوقف حاليا عن الاقتراض. انت عارفه حضرتك النهارده لو انت خدتي قرار النهارده بتاريخ النهارده ان احنا مش هنقترض تاني، احنا المفروض نقعد ندفع قروض وفوائد قروض لغايه سنه كام؟ 2071. يعني لو توقفتي وما خدتيش، يعني انت المفروض ما تاخديش، المبلغ اللي عليك بفوائده هيبقى لغايه سنه 2071 انت بتدفعي فوائد قروض وقروض. لكن لو جيتي النهارده، وده اللي انا بطالب بيه السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان هو المنوط برئاسه الحكومه المصريه، ان ابدا النهارده بما ان داخل لي والاقتصاديين هيوافقوا على انا بقوله استثمارات مباشره، داخل لي استثمارات مباشره، فداخل لي دلوقتي مبالغ مهمه جدا للدوله، اعمل حاجه اسمها سياسه سداد القروض قصيره الاجل اللي هي تعد سرطان في الاقتصاد المصري. لان قرض قصير الاجل انا باخد منك النهارده 5 مليار دولار مثلا وبقول لك هدفعهم في خلال سنتين، انا المشروع التشغيلي اللي بحط فيه الفلوس دي بيحتاج له 3 4 5 سنين، فانا ما بلحقش اخد من المشروع عشان اسدلك، فباخد من فلوس قرض تاني او من الخزانه. فده عمل عندك ضغط 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 ضغط، الضغط ده كله تحملته الدوله. مع ان انت بتحطي النهارده برامج لموضوع الدعم اللي بدا يعني يتوافق مع خارجيا مع الدول الخارجيه اللي ما فيش فيها دعم. فالمواطن في النص مش فاهم كل الكلام ده، المواطن شايف ان الاسعار بتغلى، المواطن شايف ان البنزين بيغلى، المواطن شايف حاجات كتير جدا، وهو ده طبيعي ان هو يحس بكده. بس هو اللي بيحس بيه الناس بره، يعني انت مش بتعملي حاجه هنا مختلفة عكس بره، ده بره الغلاء والضغوط التضخميه كبيره جدا مقارنه بمصر. ويمكن لما بيجي السياح عندنا هنا في مصر تساليهم يقول لك انا مهما صرفت هنا في مصر بيبقى مقارنه باللي بصرفه في بلدي لا يتعدى 20 او 30%، يعني انت ما زلتي ارخص من بره. بس انا لما ابص النهارده لو عايز ارفع الضغط اللي انا عامله النهارده على الدوله، يطلع عندي النهارده لجنه اسمها لجنه سداد قروض مصر. وهيبقى قرار استراتيجي واحنا قادرين، وتوجه الرئيس بالكلمه اللي قالها دي معناها ان الفكر متجه للموضوع ده. ان ابدا اخد القروض قصيره الاجل، اخد من الحصه الاستثماريه، اوقف ان انا هقترض، ابدا ان انا ادفع. طب انا عندي بنك زي كنا بنتكلم عليه اللي هو بنك في البريكس، بنك التنميه والتجاره، ممكن ابادل معاه، ممكن لان انا النهارده لو خدت منه قروض بدلتها وسديت بيها قروض تانية
في صندوق النقد، فانا هنا الفايده اللي موجوده هنا غير الفايده اللي موجوده هنا. هنا ما بيتدخلش في سياسات الاصلاحيه او سياسات الاقتصاديه، هنا بيتدخل، هنا بيشرط عليها اشتراطات، هنا هو مجرد بنك بيدعمني عشان انا افتكرت البريكس. فانا شايف ان التحالف اللي احنا موجودين فيه النهارده والتصريحات اللي صرح بيها سياده الرئيس في خلال المده اللي فاتت دي، احنا قدامنا فرصه سانحه وفي الوقت ده ان احنا نعدل بوصله الاقتصاد المصري. وطبعا لسه في النهارده ولسه في بكره في وبعدين انت عند حياتك المحاور او المناقشات اللي موجوده، احنا اتكلمنا في موضوع الاقتصاد الاخضر، اتكلمنا في موضوع التوتر اللي موجود في الشرق الاوسط، اتكلمنا ما كملناش كلامنا في موضوع احنا قلنا واحد اثنين بالظبط، لسه ما كملناش منصه سويفت اللي احنا اتكلمنا عليها، منصه المعاملات الماليه دي، هو النهارده لما هيعملوها فانت كده حضرتك ايه اللي حصل لك؟ انت بقى عندك نظامين. طبعا اسف على مقاطعتك بس احنا قدامنا دقيقتين بالظبط، لو ينفع ان احنا نلخص سريعا الثلاث نلخص دقيقة. سريعا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، احنا بنعزز التبادل التجاري بيننا وبين دول البريكس. والنهارده الدوله التوجهات اللي هي داخله فيها هي توجهات قويه جدا على مستوى تعزيز الشراكات الدوليه. اللي مطلوب مننا النهارده ان الاتفاقيات اللي هتحصل واللي الدوله النهارده هتنجزها، ان يبقى في ضمانه موجوده من رجال الاعمال المصريين، هي دي الرساله اللي احنا عايزينها من الحلقه. ان يبقى في مشاركه من رجال الاعمال المصريين للاتفاقيات اللي هتتم، سواء في الطاقه المتجدده، سواء في التبادل التجاري، سواء في تصدير المحاصيل، سواء في المناطق الصناعيه وغيره وغيره وغيره. وجود رجال الاعمال مع الدوله المصريه في المرحله دي هيعززوا الاتفاقيات اللي بتحصل في البريكس، وهتطلع مصر بقوتها الاقتصاديه ونوقف الاقتراض. استاذ محمد حمزه الحسيني، دكتور محمد حمزه الحسيني الخبير الاقتصادي، انا بشكرك شكرا جزيلا على شرح كل النقاط ممكن كانت عامله لبسه عند المواطن. صحيح. وطبعا الافكار اللي حضرتك طرحتها معايا في هذه الفقره، وطبعا الشكر موصول لحضرتك على متابعه هذه الفقره. هنروح لموجز لاهم واخر الاخبار مع زميلي احمد انور، وهنرجع نستكمل معاكم باقي فقرات هذا الصباح.